مشاهدينا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يتفضلوا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة حفلة تخريج الدفعة الأولى من مرشحي كلية الشرطة، هذه الكلية التي تقرر إنشاؤها في عام 2013، وهي تسابق الزمن في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز رغم السنوات القليلة من عمر الكلية. قرار إنشاء كلية الشرطة تضمن القرار تبعية كلية الشرطة فيه لوزارة الداخلية، وأن تكون لها شخصية معنوية خاصة. يسعدني في هذه التغطية أن أرحب بكل من ضيوفي، الملازم أول مبارك عبد العزيز المناعي، والملازم محمد أحمد البعينين، ضباط تدريب عسكري في كلية الشرطة، ليشاركوني في هذه التغطية الخاصة بحفل التخريج. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذه التغطية من كلية الشرطة. أجدد الترحيب بضيوفي الكرام في هذه التغطية، الملازم أول مبارك عبد العزيز المناعي والملازم محمد أحمد البعينين. أبدأ بسؤالي إلى الملازم مبارك. بداية يعني أرحب فيكم ضيوفي الكرام، ونبارك لكم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي كلية الشرطة. يعني قبل ما نخوض في الحديث عن استعدادات هذا الحفل وعن الخريجين، خلينا نتكلم عن الهدف من إنشاء كلية الشرطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أحب أرحب فيك أخوي محمد عندنا في كلية الشرطة، وأرحب بالمشاهدين خلف الشاشات بهذه المناسبة، وهو أول تشريف لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني في أحد ميادين وزارة الداخلية، وتشريف لنا في أول تخريج لدفعة من كلية الشرطة، وهذا طبعا فخر لنا كلنا. بهذه المناسبة أحب أشكر رئيس مجلس الوزراء، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للكلية الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني، حقيقة على دعمه اللامحدود وحرصه دائما على تميز الكلية وظهورها بشكل مشرف في جميع الفعاليات والمشاركات اللي تظهر فيها الكلية. بالنسبة لأهداف إنشاء كلية الشرطة، مثل ما تقول هو لتوفير كادر مميز وعلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لتطبيق للحفاظ على الأمن في البلاد، بالذات أن بلادنا يعني مقبلة على تحديات كبيرة يمكن تكون أبرزها كأس العالم 2022، فلذلك احنا نأهل ضباط على مستوى جميع الأجهزة الأمنية انهم يكونون قادرين على تحمل المسؤولية بإذن الله. طيب الملازم محمد، يعني انا بدخل معاك في يعني قواعد شروط القبول في الكلية بالنسبة لتقديم طلب الالتحاق، كيف يتم ذلك؟ طبعا اول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، احب اهني اولياء الامور بمناسبة تخرج ابنائهم. عدد الدفعة اللي بالتخرج اليوم هي 108، هناك عديد من المبتعثين في هذه الدفعة من الدول الصديقة والشقيقة، الأردن، فلسطين، الكويت، بالإضافة إلى جهات أمنية عديدة من دولة قطر. وشروط القبول والقواعد في كلية الشرطة، أول شيء إنهاء الشهادة الثانوية العامة بنسبة 70 فيما فوق، بالإضافة إلى أنه يكون حسن السيرة والسلوك والطول يتعدى 170. طيب مشاهدينا الكرام، احنا ننتقل معاكم الى الزميل احمد السعدي متواجد في ميدان كلية الشرطة. نعم. ليطلعنا على مجريات هذه او حفل التخريج. احمد الكلمة عندك، تفضل. نعم، شكرا لك طبعا زميل محمد ولضيوفك الكرام هنا في كلية الشرطة. وتخريج هذه الدفعة هي الأولى، يصل عدد الخريجين ل 120، 108 من منتسبي وزارة الداخلية، 12 منتسبي كلية راس لفان، نتمنى أكيد لهم إن شاء الله التوفيق، سيقومون بعمل كبير. لعل الأجواء هنا حقيقة، وعلى يميني المنصة الخاصة بأمهات والسيدات الذين حضروا حقيقة الاحتفال، مجهزين الورد، مجهزين الأعلام، وأيضا مجهزين حقيقة طبعا الأغاني الوطنية الجميلة التي ستم إن شاء الله العمل عليها خلال تخريج أبنائهم وفلذات أكبادهم. أيضا على يساري هي المنصة الخاصة بأولياء الأمور حقيقة، وهنا يشاهدون 4 سنوات من التعب، نتكلم على أكثر من 2000 ساعة من التدريب العسكري المختلف، نتحدث أيضا عن تدريبات رياضية وعسكرية تم تقديمها، بالإضافة إلى مقرات أكاديمية أكثر من 130 ساعة في مقرات أكاديمية مختلفة تشمل القانون وأيضا علوم الشرطة، بالإضافة إلى مقرات إلزامية واختيارية للطلاب الذين تخرجوا من هذه الكلية، وإن شاء الله سينضمون إلى السلك العسكري كضباط بإذن الله تعالى. هنا الأجواء حقيقة، وهذه الفرقة الموسيقية الخاصة بالشرطة العسكرية الموسيقية تابعة لوزارة الداخلية قامت بعزف طبعا مجموعة من سواء الأغاني الوطنية، بالإضافة طبعا إلى الموسيقى العسكرية المختلفة التي ستم إن شاء الله تقديمها على مدار الحفل، بالإضافة طبعا إلى وجود تنظيم بشكل كبير. لعلي أتحدث قليلا عن مسألة تنظيم الزميل محمد، الأخوان في كلية الشرطة مشكورين، قاموا بتنظيم جميل جدا سواء ابتداء من وصول أولياء الأمور وانتهاء بتنظيم الحفل من ناحية التدريبات وأيضا البروفات من خلال التدريب على مدار سنة كاملة للاستعداد إن شاء الله لهذا اليوم الهام بالنسبة لهم. هذه أيضا الأغاني الوطنية اللي قاعدين نسمعها الآن هي أيضا هي جزء ما يتم تقديمه لأولياء الأمور وتقديمه أيضا للجمهور الحاضر كتحفيز إن شاء الله لبدء إن شاء الله هذا العرض العسكري الذي إن شاء الله سيضم مجموعة أخرى أيضا من الطلاب الذين إن شاء الله سيتواجدون بإذن الله تعالى لتقديم مجموعة من العروض العسكرية. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، ونعود لك ولضيوفك الكرام الزميل محمد. نعم زميل أحمد يعطيك العافية، وبإذن الله راح نكون متواصلين معك في هذه التغطية. أعود مشاهدينا الكرام إلى ضيوفي في هذه التغطية، الملازم مبارك، يعني لو تكلمنا شوي عن نظام الكلية الدراسي، كم عدد السنوات مثلا، شنو المقررات اللي يأخذونها الطلاب؟ طبعا الكلية أو النظام الدراسي في الكلية ينقسم إلى مرحلتين،
عند دخول المرشح في البداية في بداية الكلية تكون المرحلة التأسيسية. المرحلة التأسيسية تكون مدتها 6 شهور وما تدخل منها من ضمن السنوات الدراسية. بالنسبة للمقررات الدراسية تكون من خلال 4 سنوات، تنقسم إلى قسمين، إلى القسم التدريبي والقسم الأكاديمي. إذا بنجي للقسم الأكاديمي فهو يحتوي على اللياقة البدنية، يحتوي على التدريبات العسكرية مثل المشاة العسكرية والرماية وغيرها من المواد العسكرية أيضا. بالنسبة للمقررات الدراسية والأكاديمية بالتحديد فهي تنقسم إلى قسمين أيضا، اللي هي المواد القانونية والمواد الشرطية. طبعا بالنسبة للمواد التدريبية العسكرية تكون بإشراف مدربين متخصصين في نفس المجال، وبالنسبة للمواد الأكاديمية فهي من قبل أساتذة ودكاترة مشرفين عليها وهم اللي يحضرون الطلاب فيها، وبعد ذلك يتخرج المرشح بشهادة البكالوريوس في القانون وفي الشرطة. طيب أخوي مبارك، يعني ذكرت عن الأساتذة والدكاترة اللي يقومون بتدريس الطلاب، هل هم مختصين في كلية الشرطة أم يتم التعاون مثلا مع جهات تعليمية أخرى في الدولة؟ غالب الدكاترة والأساتذة الموجودين على مرتب كلية الشرطة. وبعض الأحيان يتم التعاون طبعا بأصحاب الخبرات اللي يعني مرتبطين في جهات أخرى، لكن في النهاية ما لنا غنى عنهم وإحنا نقدر ظروفهم هذه لكن نستفيد منهم. طيب بالنسبة للتخصصات ذكرت أن حاليا القانون، في تخصص ثاني ولا بس القانون حاليا؟ كلية الشرطة فيها تخصص واحد فقط اللي هو القانون والعلوم الشرطية، لكن ميزة من المميزات اللي في الكلية أنها تقدم بكالوريوس في العلوم الشرطية وبكالوريوس في القانون. جميل. طيب هل في مخطط توسعة مثلا أو طرح تخصصات جديدة إن شاء الله؟ حاليا يعني يتم دراسة طبعا بعض الأمور، مستقبلا ممكن أن نفتح للماستر وللدكتوراه الأمور هذه، لكن بما أن احنا في المرحلة الأولى بعد ما نتجاوزها إن شاء الله بإذن الله راح نفتح أمور أكثر إن شاء الله. ملازم محمد، يعني نبغي نتكلم معاك على الامتيازات اللي تقدمها الكلية لطلابها خلال سنوات الدراسة. طبعا كلية الشرطة تختلف عن جميع الكليات، وهذا الشيء اللي يميزها عن جميع الكليات في العالم حاليا. تقدم ميزات عدة، من أهمها في السنة الأولى برنامج لغة إنجليزية بالتعاون مع جامعة مانشستر في بريطانيا. الطلاب عندنا يروحون لمدة 6 أسابيع في بريطانيا برنامج متكامل للغة الإنجليزية. بعد ذلك طبعا ما نختلف عن موضوع الأقدمية سنة اللي يحصل عليها الطالب من كلية الشرطة، بالإضافة إلى دورة الصاعقة، دورة المظلي ودورة القدس. بالإضافة كذلك ما أضيف على أخوي على كلام أخوي مبارك، شهادة البكالوريوس في القانون والبكالوريوس في العلوم الشرطية. جميل. احنا مستمرين معكم اكيد ضيوفنا الكرام الى حين بدء حفل التخريج بوصول راعي الحفل مشاهدينا الكرام سيدي سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى. نشاهد معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام الذي يتحدث عن انشاء كليه للشرطه في قطر، هي نقله مهمه وايضا تحدي مواكب للتطور الذي تشهده الدوله والتي تهتم في خططها وبرامجها بالتنميه البشريه لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة علميا ومهنيا خاصة في مجال العمل الشرطي. نتابع معكم هذا التقرير. منذ إنشاء كلية الشرطة في العام 2013 عقد القائمون عليها العزم أن تكون نبراسا في مجال العلوم الشرطية والقانونية، وذلك بتسخير الإمكانيات المتاحة لإعداد كادر وطني على درجة عالية من الكفاءة من المنتسبين الحاصلين على نسبة لا تقل عن 70% من طلبة المرحلة الثانوية. يقضي الطلاب 4 سنوات بين أروقة الكلية، يتلقون خلالها دراسات نظرية وعملية في مختلف العلوم القانونية والشرطية تؤهلهم للحصول على شهادة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية. خلال هذه الفترة كان في كثير من التدريبات العسكرية، كانت سواء كانت خلال فترة صباحية أو خلال فترة المسائية، سواء كانت تدريبات الرماية، مهارات الرماية، الرماية التكتيكية، المشاة العسكرية، المشاة الصامتة، غيرها من التدريبات العسكرية اللي أخذها الطالب. في تقريبا السنوات الثالثة والرابعة بدأ يدخل في التدريبات التخصصية. واستكمالا لتدريب الطلاب تنظم الدورات التخصصية مثل دورة الغوص والصاعقة والقفز المظلي بهدف إكسابهم المزيد من المهارات والثقة بالنفس والقدرة على التحمل واتخاذ القرار والتعامل مع مختلف الظروف والأزمات.
وهذه الدورة صممت خصيصا لمتطلبات وزارة الداخلية، لأن دائرة الصاعقة فيها كثير من الأساسيات اللي متعلقة يعني بالتحمل والضغوط على الناس والقدرة على اتخاذ القرار، مثل أيضا دورة المظليين. أما هذا القسم المختص بكشف الجريمة فقد تم تأسيسه على عام الماضي ليساهم بشكل كبير في تعريف الطلبة بطرق تعلم اكتشاف الجرائم وأخذ البصمات على تنوعها وكيفية التعامل معها بوعي وإدراك. وتضم الكلية حاليا 5 دفعات قوامها نحو 550 من الطلاب القطريين وغيرهم من طلاب الدول العربية الشقيقة، وتحتفل الكلية بتخريج الدفعة الأولى من طلابها المرشحين بعد أن تم إعدادهم في المجالات القانونية والشرطية. عودة من جديد معكم مشاهدينا الكرام، ونواصل هذه التغطية لحفل كلية الشرطة، حفل التخريج الملازم مبارك يعني، أو نشاهد معكم مشاهدينا هذا العرض الخاص بالطلاب وبعدها نواصل معكم. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، شاهدنا معكم دخول طلاب كلية الشرطة، وشاهدنا معكم هذا العرض العسكري، كما نشاهد معكم الاستعدادات في كلية الشرطة لحفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الكلية، والتي يشرفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، فيشملها برعايته الكريمة. نذكر معكم مشاهدينا الكرام بأن الكلية تقرر إنشاؤها عام 2013، وهي تحقق الإنجاز تلو الإنجاز رغم السنوات القليلة من عمر الكلية. أيضا هذه الكلية تتبع وزارة الداخلية. نجدد الترحيب معكم بضيوفنا الكرام، الملازم أول مبارك عبد العزيز المناعي، والملازم محمد أحمد البعينين ضباط تدريب عسكري في كلية الشرطة. ملازم مبارك، يعني لو تحدثنا عن برنامج ضباط الغد، خلنا نفصل فيه أكثر، يعني أهداف هذا البرنامج. طبعا بالنسبة لبرنامج ضباط الغد، هو في البداية كان بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، استهدف هذا البرنامج 2000 طالب. بالنسبة لطلاب المدارس كان عددهم 200 طالب بالتعاون تقريبا مع 10 مدارس من مدارس قطر. وبناء على رغبة أولياء الأمور ورغبة الجمهور، تم فتح الباب لتسجيل الأبناء من الجمهور، واستهدف البرنامج 1800 طالب بالنسبة للجمهور. مدة هذا البرنامج أسبوعين بالنسبة لكل طالب. يدخل الطالب برنامج البرنامج اللي راح يطبقه عندنا في كلية الشرطة، هو عبارة عن مواد عسكرية ولياقة بدنية. يكون عنده حصص لياقة بدنية، حصص سباحة، أيضا تكون في حصص مشاة عسكرية، بالإضافة إلى الرماية في ميدان الرماية الهوائي اللي موجود في الكلية، وبالإضافة إلى محاضرات تربوية يحضرونهم مختصين تربويين لهؤلاء الأبناء. طبعا بالنسبة للهدف، الهدف من هذا البرنامج هو يعني تهيئة جيل قادر على تولي القيادة مستقبلا، وتهيئتهم للالتحاق بأحد المؤسسات العسكرية مستقبلا بإذن الله. طيب بعد هذا البرنامج ما الذي يحدث؟ من ضمن هذا البرنامج أضيف لك أخوي محمد، تم اختيار عدد من الطلاب المتميزين اللي شاركوا معنا في برنامج ضباط الغد، وراح إن شاء الله بإذن الله تشوف مشاركتهم اليوم في التخريج أمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وهو يعتبر تخريج لهم على تميزهم، وهم للأمانة كانوا نخبة صراحة ويستحقون هذا التخريج، وراح تشوف بإذن الله العرض راح يكون مفاجأة بالنسبة للجميع بإذن الله. طيب استهدفتوا من بالضبط في هذا البرنامج؟ الفئة العمرية اللي كانت مشاركة في هذه البرنامج تقريبا من 9 إلى 11 سنة، اللي هم كانوا في الصف الخامس والسادس. بس هم كانوا طلاب مدارس في الأساس ولا؟ هو فتح البرنامج على أساس التعاون مع المدارس ومشاركة المدارس معنا، ولكن بناء على رغبة الجمهور وحب مشاركتهم ومشاركة أبنائهم في كلية الشرطة، القيادة في وزارة الداخلية وأصحاب القرار مشكورين، تفضلوا بأخذ القرار لفتح الباب لتسجيل جميع من يرغب في التسجيل في هذا البرنامج. طيب جميل جميل. ملازم محمد، لو تحدثنا عن اختصاصات إدارة التدريب، خصوصا ان انتم يعني ضباط تدريب عسكري في كلية الشرطة. طبعا إدارة التدريب تختص برسم الجداول التدريبية للمرشحين الضباط، سواء كانت الجداول الرياضية او الجداول العسكرية. طبعا إدارة التدريب تنقسم الى 3 أقسام عندنا: قسم التدريب العسكري، قسم التدريب الرياضي، وقسم التدريب وقسم السرايا. قسم التدريب العسكري يقوم برسم الخطط العسكرية التدريبية للطلاب، مثل حصص المشاة، حصص السلاح، الرماية، هذه تعتبر المواد الأساسية عندنا. قسم التدريب الرياضي يقوم كذلك بوضع الحصص الرياضية وآلية الرياضة والإشراف عليها، وتكون متابعة الجدول هذا وضمان سيره بالشكل الصحيح من قبل قسم السرايا. طيب إلى جانب وضع الجدول، شنو الاختصاصات أكثر؟ اختصاصاتها طبعا مشاركة في كثير من الدورات والمسابقات الخارجية، كذلك مثل بطولة الرماية لوزارة الداخلية، وبطولة الرماية لقوة الأمن الداخلي الأخوية. طبعا مشاركات الكلية في الداخل وفي الخارج كثيرة يعني. طيب الملازم مبارك، يعني يمكن
ما يطرأ على يعني أذهان المشاهدين، ما الذي يميز كلية الشرطة عن باقي الكليات؟ حقيقة اللي يميز يعني كلية الشرطة، كلية الشرطة بدأت من حيث ما انتهى الآخرون، والمتابعة صراحة دائمة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر، وحرصه على تميز الكلية وظهورها بشكل مشرف في جميع الفعاليات والمشاركة والمشاركات اللي تشاركها الكلية، وهذا طبعا بشكل مباشر. أيضا أصحاب القرار والقيادات في وزارة الداخلية حريصين جدا على ظهور الكلية بشكل مشرف ومتميز في جميع الفعاليات وفي التدريبات أيضا. مثل ما قلت لك، الكلية بدأت من حيث ما انتهى باقي الكليات، احنا استفدنا من اللي قبلنا وما زلنا نتعلم من باقي الكليات، وناخذ الأمور الإيجابية ونطبقها عندنا، ونحاول صراحة نتلافى السلبيات كثر ما نقدر. هذا هو السبب الرئيسي لنجاح الكلية وتميزها، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى مثل وجود مدربين على كفاءة عالية، وجود ضباط على كفاءة عالية واحترافية من التدريب، والتخريج اللي راح تشوفه اليوم بالمناسبة هو يعني بإشراف كادر قطري متميز من الضباط اللي موجودين في كلية الشرطة، وأتمنى أنه ينال إعجاب الجميع بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، بالتأكيد راح ينال إعجاب الجميع. طيب، ذكر الملازم محمد دورات معينة تقومون فيها ويعني يتم إعطاها لطلاب مثل الغوص، قفز المظلة، يعني أهمية هذه الدورات في يعني يعني تحفيز، وايضا ان يكون الضابط يوم يتخرج ملم بكل الاقسام. طبعا الضابط عند تخرجه يحتاج انه يكون ملم في اكثر المعلومات والدورات اللي ممكن تفيده في مجال عمله. تكلمت عن دوره الغوص والمظلي والصاعقه، وهي الابرز في الكليه، لان الطالب لما يتخرج يعلق عليها شعارات، وهي اللي مميزه الكليه بشكل اكثر. أضيف على هذه الدورات الداخلية اللي يأخذها المرشح في كلية الشرطة، مثل دورة الخيالة بالتعاون مع الحرس الأميري، أيضا بالإضافة إلى دورة فض الشغب بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي الأخوية، أيضا إلى دورات تخصصية أخرى مثل الرماية التقدمية بإشراف ضباط التدريب العسكري وإشراف المدربين. أيضا بالنسبة إلى تفصيلات الدورات، دورة الصاعقة ودورة اقتحام المناطق المبنية أيضا ودورة القطس والمظلي، بالنسبة لتفاصيل هذه الدورات أعتقد ممكن يفيدك بالتفاصيل أكثر مني الملازم محمد البعنين. ملازم محمد، يعني لو تعلق على النقطة اللي ذكرها. طبعا مثل ما ذكر الملازم بارك، الكلية تعطي ثلاث دورات تخصصية، هي دورة القطس ودورة المظلي ودورة الصاعقة. طبعا تبدأ الدورات من السنة الثالثة بحصول المرشح على دورة القطس ودورة المظلي في نفس الوقت، بعد ذلك يدخل السنة الرابعة قبل التخريج بثلاثة أو أربع شهور إلى دورة الصاعقة. طبعا ندخل في دورة المظلي. دورة المظلي تنقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول هو القسم النظري والمحاضرات، ثم يدخل بعد ذلك إلى قسم التدريب الأرضي، وبعد هذا يدخل في القفز الفعلي من الطائرة. طبعا القفز يكون على ارتفاع 3500 قدم بإشراف والتعاون مع مدربين من قوة الأمن الداخلي الأخوية، كذلك دورة القطس بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي الأخوية، ودورة الصاعقة تكون مدتها 6 أسابيع في زكريت. طبعا دورة الصاعقة تكون بإشراف طاقم من كلية الشرطة من ضباط ومدربين. طيب الملازم مبارك، يعني احنا نستغل الوقت بما ان احنا قبل حفل التخريج وبانتظار وصول راعي الحفل سيدي سمو الامير الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى، يعني خلينا نتكلم عن استعداداتكم لهذا الحفل، من متى بلش الاستعداد لحفل التخريج؟ طبعا الاستعدادات لحفل التخريج بالتحديد بدات تقريبا من 6 أسابيع، بداوا الطلاب في البروفات، تم تشكيل طبعا في البدايه عده لجان للأمانة من قبل فترة طويلة، لكن أنا راح أتكلم أو أختص في يعني الاستعدادات الميدانية أكثر. بالنسبة للاستعدادات الميدانية يعني كانت من 6 أسابيع بدأت، تم تشكيل لجنة من إدارة التدريب يرأسها النقيب عبد الله ضمن المهندي، وعدة ضباط طبعا مع من ضمن اللجنة. اللجنة اشتغلت مع المرشحين شغل البروفات من 6 أسابيع.
صراحة اللجنة مشكورين بذلوا جهد كان يشكر عليه، جهد جبار في يعني الفترة القصيرة اللي هي تعتبر 6 أسابيع، هي فترة قصيرة بالنسبة للعرض اللي راح تشوفه، ولكنها فترة كافية يعني لعرض يعتبر العرض العادي أو اللي احنا معتادين عليه. لكن بالنسبة للتشكيلات العسكرية اللي راح تصير والعروض الصامتة وحركات السلاح، فهي تعتبر فترة قصيرة، ولكن راح تشوف إن شاء الله بإذن الله تميز اليوم في هذا العرض يدل على اجتهاد أعضاء اللجنة وأيضا اجتهاد المرشحين في تطبيق ما يتطلب منهم. طيب يعني تعودنا دائما في الكليات هناك دول شقيقة تكون مشاركة بطلابها، في هذه الدفعة الأولى من كلية الشرطة كم عدد الخريجين ومن أي دول؟ طبعا عدد الدفعة كاملة اللي اليوم راح يتخرجون، وبهالمناسبة أيضا نهني أولياء أمورهم ونتمنى أنهم يكونون على قدر من المسؤولية، هي ختام مرحلة صعبة وبداية المرحلة الأصعب اللي راح يواجهون فيها العالم برا، وراح تكون المسؤولية على عاتقهم، وهم إن شاء الله أنهم قدها. بالنسبة لعددهم فالعدد الإجمالي للدفعة هو 108 مرشحين ضباط. العدد القطريين في الدفعة 85 مرشح قطري، طبعا موزعين على الجهات على الأجهزة الأمنية في البلاد. بالنسبة لباقي الدول فإحنا معانا من جمهورية اليمن ومن دولة فلسطين ومن الأردن ومن الكويت. نعم مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم حيث وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى راعي الحفل إلى الحفل. نتوجه معكم لمشاهدة الحفل ومن بعدها نواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام. نذكر بأن الحفل أو كلية الشرطة تقرر إنشاؤها في عام 2013، هذه الكلية التي تحقق إنجاز تلو إنجاز في السنوات القليلة من عمر الكلية. حفل التخريج هو للدفعة الأولى من مرشحي كلية الشرطة، ويتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الأولى من مرشحي كلية الشرطة. نذكر أيضا بأن كلية الشرطة يعني تضمن قرار إنشائها هي تبعية كلية الشرطة لوزارة الداخلية، وأن تكون لها شخصية معنوية خاصة بها. ذكر أيضا يعني هناك دول شقيقة مشاركة في تخريج طلابها في حفل التخريج. ذكر الملازم مبارك عدد الخريجين في هذه الدفعة 108 طلاب، سواء من دولة قطر 85 من دولة قطر، وعدد من المبتعثين من الدول الشقيقة. نشاهد معكم مشاهدينا الكرام وصول راعي الحفل سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. ننتقل معكم إلى حفل التخريج وبعدها نواصل الحوار مع ضيوفنا الكرام. الشرطة سلام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سلام خذ
كلية الشرطة جاهزة للتفتيش والتخريج. سي أمرك سي.
الشرطة استاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي الحفل، السادة أصحاب المعالي والسعادة، الشيوخ والوزراء، ضيوفنا الكرام، نرحب بكم في كلية الشرطة إذ نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين. وخير ما نستهل به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا مرشح ضابط أحمد جاسم الكواري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبعد ذكر الله جل في علاه سيدي راعي الحفل، أما الآن فمع كلمة مدير عام كلية الشرطة العميد الدكتور محمد عبد الله المحنى المري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب المعالي والسعادة، الشيوخ والوزراء، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي راعي الحفل، نحتفل اليوم بتشريف سموكم الكريم لتخريج كوكبة متميزة من الطلبة المرشحين خريجي الدفعة الأولى من كلية الشرطة، ممن اجتازوا متطلبات الدراسة بنجاح لنيل درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والبالغ عددهم 108 خريجاً ومنهم قطرياً و23 خريجاً مبتعثين من بعض الدول الشقيقة، من المملكة الأردنية الهاشمية ومن دولة فلسطين ومن دولة الكويت ومن الجمهورية اليمنية. منذ تفضل سموكم الكريم بإصدار القرار الأمري رقم 161 لسنة 2013 بشأن وتنظيم كلية الشرطة، دأبت الكلية على السعي قدماً للتحديث والتطوير في برامجها الأكاديمية والتدريبية المختلفة واستحداث مناهج أكاديمية تواكب التطور الأمني الحديث في العالم. فنفذت الكلية لأبنائها طيلة مدة دراستهم بالكلية دورات تدريبية من أجل إعدادهم إعداداً جاداً لتلبية حاجات الوطن وإكسابهم المهارات وتهيئتهم للانضمام إلى زملائهم بقوة الشرطة والانخراط في عملهم بكل مهنية واحترافية، ومنها دورات القوس والقفز المظلي والصاعقة. أبناء الخريجين، نحتفل معكم بختام مرحلة لا بانتهاء رحلة، وأود أن ألقي عليكم كلمات أملاً ألا تفرطوا بها أبداً. كما قال قائد مسيرتنا، قطر تستحق الأفضل من أبنائها. ويسعدني أن أتقدم
في هذا اليوم بالتهنئة لكم ولأسركم التي صابرت وصابرت وطالما دعموا مسيرتكم حتى حققتم آمالهم بالتخرج. الحفل الكريم، يسرني أن أتقدم بالشكر إلى كافة إدارات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجميع مؤسسات الدولة، كما أتقدم بالشكر إلى جميع منتسبي كلية الشرطة، متطلعاً إلى مزيد من الجهد والعطاء. سيدي رأى الحفل، إننا في هذا اليوم المشهود نجدد العهد لسموكم، سائلين الله تعالى أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ مراسم طابور العرض. كلية الشرطة كتفة اسرع. كلية الشرطة مرتدى إن هذه الكوكبة الخيرة التي أمامكم
والتي تتراص صفوفهم كتفا لكتف وجنبا لجنب كبنيان يتعالى شامخا منيعا. هم أبناؤكم الذين نحتفل اليوم بتخريجهم وبانضمامهم إلى العمل الشرطي، فقد اختاروا شرف مهنة الحفاظ على الأرواح والأعراض والأموال ليكونوا خير من يحمل أمانة الحفاظ على أمن دولة قطر. وقطر تحتفل اليوم بأبنائها، وها هم أبناؤها بكل روح وطنية وإصرار وجدية يسابقون الزمن لخدمة الدين والوطن. أمامكم نخبة من رجال الأمن قضوا 4 أعوام كاملة في التحصيل الأكاديمي والعملي والأمني حتى أصبحوا على أتم الاستعداد للحفاظ على أمن هذا الوطن. اليوم ينضمون إلى العيون الساهرة، اليوم ينضمون إلى السواعد الأمنية رجالاً يحافظون على الحقوق والحريات في دولة القانون، دولتنا قطر. نعم إنا لقوم عاهدنا ربنا بالثبات على الحق، وسنبذل للوطن أرواحنا دفاعاً عنه، ونقسم أننا سنطبق شعار كلية الشرطة ونكون سور للحمى، عين للوطن، وطن بسيادته الكاملة. عقدنا لك يا أميرنا يمين الولاء والطاعة وفاء وميثاقا لتبقى قطر أبد الدهر كعبة للمظلوم. نتيجة التدريب المتقن، نتيجة العمل الجاد، أمامكم التشكيلات الصامتة لطابور العرض. نستأذنكم حفلنا الكريم بمشاهدة الشاشات.
سيدي راعي الحفل، وفاءً وعرفاناً لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. قائد نهضتنا الأول، وولاءً لكم سيدي سمو أمير البلاد المفدى، شكل أبناؤنا الطلبة بأجسامهم كلمات تعبر عن الولاء للقيادة والوطن. حمد بانيها، تميم حاميها. إن التميز والنجاح يأتي بعد الجهد والكفاح، ويستحق من تميز أن يكرم. Thank you.
حفلنا الكريم يتفضل سيدي راعي الحفل بتكريم سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي بوشاح حمد بن خليفة تقديراً لعطائه ودوره المشهود في الحفاظ على الأمن لسنين طويلة، حيث تولى عدة مناصب خلال مسيرته الحافلة، منها مدير عام الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية ورئيساً لجهاز أمن الدولة، ويعد من أوائل المؤسسين للجهاز الأمني والشرطي في دولة قطر، خدم وعمل بكل صدق وإخلاص حفاظاً على أمن الوطن. نستأذنك سيدي راعي الحفل بتكريم المتفوقين، الأول في المجموع العام، والأول في التدريب العسكري، والأول في السلوك والمواظبة، والحاصل على سيف الشرف، مرشح ضابط عبد العزيز جمال محمد ناصر النعيمي، جهاز أمن الدولة. الثاني في المجموع العام والأول في الدراسة الأكاديمية، مرشح ضابط راشد صقر فهد آل برقبة المريخي، وزارة الداخلية. الثالث في المجموع العام، مرشح ضابط عبد الهادي مسفر جابر سهل المري، وزارة الداخلية. الأول في الرماية، مرشح ضابط ناصر مبارك هادي السخنوني الشهواني، جهاز أمن الدولة. الأول على الطلبة المبتعثين، مرشح ضابط سيف الدين خالد أحمد أبو زهرة، دولة فلسطين. الأول في اللياقة البدنية، مرشح ضابط خالد حمود سعد الشملاني العرزي، وزارة الداخلية. الأول في الكفاءة القيادية وقائد طابور العرب، مرشح ضابط حسن سلطان حسن الضابط الدوسري، وزارة الداخلية.
اعتدال سر. تسليم العلم. حرس العلم ما تدازل. تنتقل الراية مرفوعة من جيل إلى جيل. تسليم علم الكلية من دفعة الخريجين الأولى إلى الدفعة الثانية. أما الآن يتفضل المقدم الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضو هيئة التدريس بالكلية، لقراءة أمر التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. عملاً بنص المادة العاشرة من قانون الخدمة العسكرية، وبعد العرض على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وافق سموه على ما يلي: أولاً، يعين مرشحو الضباط خريجو الدفعة الأولى من كلية الشرطة المذكورون في الكشف المعتمد ألف برتبة ملازم اعتباراً من 5 ديسمبر 2018 وبأقدمية سنة. ثانياً، يعين مرشحو الضباط خريجو الدفعة الأولى من كلية الشرطة المذكورون في الكشف المعتمد باء برتبة ملازم اعتباراً من 5 ديسمبر 2018 وبأقدمية 6 أشهر. ثالثاً، يعين مرشحو الضباط خريجو الدفعة الأولى من كلية الشرطة المذكورون في الكشف المعتمد جيم برتبة ملازم اعتباراً من 5 ديسمبر 2018، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتقدم قائد طابور العرض للاستئذان من سموكم الكريم بانصراف طابور الخريجين. أستاذنك بانصراف الخريجين. سي أمرك. سي
الشرطة كتفا اسرع الى ريبادو كلية الى الامام ما تدى حرصاً على المشاركة المجتمعية قامت كلية الشرطة بعمل برنامج خاص لطلبة المدارس سمي ضباط الغد استهدف 2000 طالب ويحتوي البرنامج على تمارين ميدانية ورياضية ومحاضرات تربوية ويشكل هذه الكوكبة من أبنائنا نتيجة هذا العمل
أسير معهدا سر. حفلنا الكريم، تتشرف كلية الشرطة بتقديم هدية تذكارية لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى. الهدية التذكارية هي بندقية من طراز SAATA1 إنجليزية الصنع، وهي نفس طراز البندقية التي استخدمت في حفل تخريج سموكم الكريم من أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية. أما الآن فإلى المرحلة المفصلية من حياة الخريجين المستقبلية، يتقدم ضباط الدفعة الأولى للمنصة لأداء القسم. We'll be right back.
العظيم. أقسم بالله 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 العظيم. ألا أكون مخلصاً؟ ألا أكون مخلصاً؟ لدولة قطر. لدولة قطر. ولا أبيرة. ولا أبيرة. ولا أحترم الدستور والقوانين. ولا أحترم الدستور والقوانين. ولا أذود عن هذا الوطن. ولا أذود عن هذا الوطن. ورعى سلامته. ورعى سلامته. ولأؤدي واجباتي. ولأؤدي واجباتي. بشرف. شرف. وأمانة. وأمانة. ولا أطيع جميع الأوامر. ولا أطيع جميع الأوامر. الذي تصدر لي مقاساي. الذي تصدر لي مقاساي. والله على ما أقول وكيل. والله على ما أقول وكيل. كلية الشرطة سلام النشيد الوطني لدولة قطر. سلام. خذ وفي الختام حفظ الله لنا قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضباط إلى النساء. دو دو. مشاهدينا الكرام، عدنا معكم من جديد في هذه التغطية الخاصة بحفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي وطلاب كلية الشرطة. مشاهدينا الكرام، كما شاهدنا معكم هذا الحفل كان برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى الذي شرف هذا الحفل. أيضا كان يعني كما شاهدنا تخريج 108 من طلاب كلية الشرطة، 85 منهم من دولة قطر والبقية من الدول الشقيقة. أيضا شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام عرض عسكري لضباط الغد لهذا البرنامج الذي تقيمه كلية الشرطة. أجدد الترحيب مع ضيوفي الكرام في هذه التغطية، الملازم أول المبارك عبد العزيز المناعي، وأيضا الملازم محمد أحمد البعينين ضباط تدريب عسكري في كلية الشرطة. أجدد فيكم ترحيب ضيوفنا الكرام. في البداية نبارك لكم ولقطر ولأولياء الأمور تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الكلية. الله يبارك فيك. احنا نحب صراحة بهالمناسبة نهني أولياء الأمور
ونشكر المرشحين والضباط ضباط الدفعة الأولى الآن وليس مرشحين الدفعة الأولى على هذا الجهد المتميز وعلى هذا العرض العسكري الحقيقة اللي يثلج الصدر، لأن عرض مميز وعلى يعني درجة عالية من الاحترافية. احنا دائما نقول الوصول للقمة سهل، وكلية الشرطة ولله الحمد وصلت للقمة وقدرت أنها تتميز، لكن هذا أول تخريج. نوعدكم بإذن الله في التخاريج الجاية أن كلية الشرطة تحافظ على المكانة والقمة والتميز اللي وصلت له، وأن هذه ما تكون نهاية للتميز وإنما هي بداية للمرحلة بإذن الله. مازم محمد، يعني يمكن شريط الذكريات بالنسبة لكم ضباط يعني مر أمامكم أثناء مشاهدة حفل التخريج، لو تحدثنا عن الإحساس اللي جاك أثناء هذا الحفل. طبعا هذه اللحظة اللي دخل فيها المرشح من الباب متوجه إلى أنه يبدل بدلة ويرجع مرة ثانية، هذه اللحظة ما راح ينساها طول عمره، لأن بين الباب من داخل ومن برا نجمة. الحمد لله الهدف اللي كان يبي يوصله في الكلية، بفضل رب العالمين تخرجوا، وأحب أهني أولياء الأمور وأهني الطلاب. طبعا ما ننسى بالشكر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني على الدعم اللامحدود لكلية الشرطة، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة هو، ونائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة اللي هو الدكتور عبد الله يوسف المال، دكتور عبد الله محمد المحنة، والله يعطيهم ألف عافية. الله يعطيكم العافية طبعا على تواجدكم وكل التعب والجهد اللي بذلتموه مع الطلاب بين اليوم في هذا الحفل حفل التخرج. ملازم مبارك، يعني لو تحدثنا عن المفاجآت اللي شاهدناها في هذا العرض. بالنسبة للمفاجآت اللي انت شفتها في هذا العرض، هذه صراحة عقدت لجان من فترات طويلة، ودائما احنا في كلية الشرطة نعمل بالروح الجماعية حقيقة. يمكن اللجنة هي اللي اشتغلت الشغل الميداني، وهي اللي اجتهدت مع المرشحين، وهي سبب الاتقان اللي اليوم شفناه في الميدان حقيقة. لكن الروح الجماعية وفريق العمل في كلية الشرطة هو اللي ينتج الأفكار والعروض العسكرية الصامتة اللي شفتها اليوم، بالإضافة إلى فكرة تخريج ضباط الغد في تخريج الدفعة الأولى أمام حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. وحقيقة سواء من الدفعة الأولى أو من ضباط الغد اللي شاركوا في التخريج فهم يستحقون هذا الشرف أمام سيدي صاحب سمو أمير البلاد. طيب ملازم مبارك، يعني شفنا معاكم عرض ضباط الغد، نبغي نتكلم عن هذا العرض اللي الصراحة بعد ما شفنا أثلج أصدورنا، حتى يعني الابتسامة كانت مبينة على وجه راعي الحفل سيدي سمو الأمير. الجهد اللي بذلتوه مع الأطفال وخصوصا أنهم في مرحلة عمرية يمكن شوي صعبة. طبعا العمل مع الفئة العمرية اللي انت ذكرتها اللي هي ممكن تكون من 9 إلى 11 سنة أصعب طبعا بمراحل من الجهد والتعب اللي تاخذه أنت مع المرشح مرشح ضابط، وهذا يرجع إلى يعني قدرة الاستيعاب بالنسبة للعمر. الشباب اللي شاركوا اليوم من ضباط الغد كانوا مشاركين في برنامج ضباط الغد اللي كانت مشرفة عليه كلية الشرطة، كان على 3 فترات، تم اختيار النخبة واللي متميزين كانوا حقيقة في هذا البرنامج، وتم عمل برنامج تقدمي وخاص لهم وتم العمل معاهم في هذا البرنامج. نعم الجهد والوقت راح، لكن بعد العرض اللي شفناه اليوم حقيقة الجهد اللي بذلوه الأشخاص والمدربين والضباط صراحة ينسى أمام هذا العرض، بالذات أنه عرض صراحة يثلج الصدر. وأنت مثل ما ذكرت حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني، أعتقد كان مبتسم هو يشوفهم، وصراحة هم يستحقون هذا الشيء بالتأكيد. يعني احنا العرض اللي شفناه هو عرض دليل على الانضباط، دليل على الالتزام من قبل الطلاب نفسهم والأطفال نفسهم في يعني إبراز الأفضل مع تدريب كلية الشرطة. ملازم محمد، خلينا شوي نتكلم عن دورات خريجين الجامعات المدنية الحتمية. طبعا سنويا تقيم كلية الشرطة دورات طلاب الجامعيين خريجين الجامعات المدنية، سواء كان مبتعث من وزارة الداخلية أو مبتعث من على حساب الشخصي. لجنة قبول تقوم بقبول الطلاب، قبول الطلبات، وبعد ذلك الدورة مدتها 6 شهور، تنتقل إلى 3 مراحل. تبدأ مرحلة 35 يوم حجز مغلق،
بعد ذلك إلى الخروج الأسبوعي العادي، وبعد ذلك تدخل في الثابت صبح. طبعا الدورة تدخل فيها مواد شرطية بالإضافة إلى أسبوعين قتال مناطق مبنية في زكريت زائد رماية، نعم، والمهارات الاقتحام والمشاه والإسلاح. نعم، احنا متواصلين معكم ضيوفنا الكرام. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الزميل أحمد السعدي، لكن قبل أن يعني نتوجه إلى الزميل أحمد، يعني أسأل الملازم مبارك، يعني شفنا معاك هذا العرض، فرحة أولياء الأمور، الأمهات، الأخوات، الآباء أيضا في الخلف، شفنا تواجد الدول الشقيقة، الوفود من الدول الشقيقة، يعني شنو اللي يعني لكم أنتم كضباط تدريب بعد ما تشوفون هذه الفرحة أو تعبكم كله تكلل بالنجاح؟ أولا هذا الفضل يرجع لرب العالمين في هذا النجاح، ومن ثم من جهود القائمين على هذا النجاح من ضباط ومن مدربين ومن قيادات ومن أصحاب قرار في وزارة الداخلية، وبالإضافة طبعا للشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. هذه الفرحة احنا نعتبرها هي الفرحة الأولى لنا احنا كضباط مشرفين على هذا البرنامج، وهي فرحة التخريج، وهنأنا الطلاب وهنأنا أيضا أولياء أمورهم فيها، ولكن ننتظر منهم أنهم يكونون على قدر من المسؤولية وعلى درجة عالية من الكفاءة، فهنا راح تصير بإذن الله الفرحة فرحتين، وراح يساهمون في الحفاظ على الأمن في البلاد، وهم بإذن الله بالنسبة للتدريبات والبرامج اللي يخضعوا لها فهم قادرين على التميز أيضا حتى في مجال عملهم، وتحمل المسؤولية ومشاركتهم أيضا في الحفاظ على الأمن في استضافة كأس العالم بإذن الله لدولة قطر في 2022. نعم، كما شاهدنا مع الجمهور تميز كلية الشرطة في حفل التخريج. نبغي نعرف المشاهدين أيضا شنو اللي تميزت فيه كلية الشرطة سواء داخليا أو خارجيا في. طبعا كلية الشرطة دائما تحرص على المشاركات الاجتماعية والتعاون مع المجتمع بالذات. كلية الشرطة دائما متواجدة في معرض الكتاب كل سنة بالنسبة للمشاركات الاجتماعية، تواجدت في ميدان درب الساعي، ميدان خدمة الوطن 3 مرات على التوالي. كلية الشرطة حصلت على بطولة الرماية لوزارة الداخلية في آخر بطولتين، حصلت على البطولة الأخيرة للرماية بطولة قوة الأمن الداخلي، شاركت في بطولة الشرطة لكرة القدم في هولندا، بالإضافة إلى دورة اللغة في مانشستر حصل عدد كبير من مرشحيها على شهادة تميز فيها. أيضا أضيف على ذلك مشاركة المرشحين الضباط أيضا في بطولة صملة اللي تنعقد كل سنة، وحصول الكلية على مراكز أولى ومتقدمة من ضمنها المركز الثالث في آخر سنة، وغيرها كثير صراحة من البطولات العربية في اللياقة البدنية وأيضا في المسابقات الثقافية، وهذا ما يدل إلا على حرص كلية الشرطة في التميز في شتى المجالات وليس في المجال التدريبي فقط. وبإذن الله احنا يعني تعبنا واليوم قاعدين نقطف ثمار هذا التعب بالعرض اللي شفناه اليوم، والله يوفق إن شاء الله الضباط اللي تخرجوا اليوم في مسيرتهم المهنية ومرحلتهم الأصعب حقيقة وهي تحمل المسؤولية، وهم قادرين صراحة على هذا الشيء، الله يوفقهم في مجالهم العملي. أمين. ونتمنى إن شاء الله لهم حياة أفضل وتوفيق بإذن الله. طيب الملازم محمد، يعني نبغي نعرف الآن بعد حفل التخريج شنو الدور اللي يكون على الضباط المتخرجين؟ طبعا دورهم بيكون كبير ومسؤوليتهم بتكون أكبر بعد توزيعهم على إداراتهم في وزارة الداخلية والجهات الأخرى. في توزيع معين كل واحد بيروح الجهة اللي يختص فيها، إدارة المرور أو إدارة الفزعة أو إدارة بحث الجنائي أو إدارة أمن العاصمة، كلهم بيروح حسب التوزيع اللي جي. وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وما هي إلا بداية، أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. وما زيد على نقطة أخوي مبارك، العروض اللي شفتوها اليوم هذه العروض لأول مرة تطبق في الدول العربية، عروض عالمية هذه. طيب تعتمد على مهارات الحس والفكر، والله يعطيهم العافية. آمين يا رب. طيب الجهات اللي راح يتم توزيع المتخرجين عليها، هل هي مختصة في وزارة الداخلية أم هناك أيضا يعني جهات عسكرية أخرى في الدولة؟ طبعا بيكون التوزيع حسب مكان الابتعاث،
طبعا المرشح يدخل الكلية أول سنة مبتعث من جهة معينة، وزارة الداخلية أو جهاز من الدولة أو الحرس الأميري أو القيادة العامة، ويتم التوزيع على حسب ذلك. طيب الملازم مبارك، يعني يوم شفنا معاكم ضباط الغد شفنا هذا الانضباط الكبير، تعبتوا عليهم بالكثير بالتأكيد، لكن هل راح يكون هناك تواصل بينكم وبينهم باستمرار؟ بالنسبة للتواصل فهو أكيد موجود. طبعا أنت دائما وإحنا دائما ذكرنا تميز الضباط والمدربين على الإشراف في البرنامج. أيضا ما ننكر جهود صراحة المرشحين ضباط، فهم في النهاية هم الحلقة الأقوى وهم سبب هذا التميز، ولولا الجهود اللي قاموا فيها ولو هم ما عندهم الرغبة هذه في التميز ما كان اليوم شفت العرض، وهذا التميز بإذن الله راح يكمل معاهم حتى في مجال عملهم. بالنسبة لمجال عملهم أيضا أحب أضيف نقطة لكلام أخوي الملازم محمد، من ضمن البرنامج اللي خذ المرشح عندنا في كلية الشرطة هو تطبيق تدريبي في المراكز الخارجية في مراكز الشرطة، وكانت من ضمنها أمن الريان وشرطة الفزعة والمرور، فهم أساسا مخذين فترات تدريبية مدتها تقريبا ما يقارب من شهر ونص إلى شهرين بالنسبة لكل دفعة. نعم. والدفعة اللي تخرجت الآن أيضا مرت فيها، فهم يعني راح يتخرجون وعندهم فكرة عن الأشياء اللي راح تقابلهم برا، وأيضا الإدارات الأخص فيها الوزارة الداخلية عارفة الناس اللي داومت معاهم. نعم. وعارفة تأخذ من منهم بعد التخريج بإذن. نعم. الملازم مبارك، مثل ما شفنا معكم مشاهدينا الكرام كانت هذه الصورة التذكارية التي التقطها سيدي سمو الأمير راعي الحفل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى مع الطلاب الخريجين من كلية الشرطة، هم طلاب الدفعة الأولى أو خريجين الدفعة الأولى من كلية الشرطة كما تابعنا معكم. أنا في الختام يمكن يعني أحب أني أطرح سؤال واحد الملازم مبارك، شنو القادم من كلية الشرطة؟ إحنا دائما نقول أن القادم الأفضل، لكن غير ما نفصح عن القادم، إحنا تميزنا الحمد لله رب العالمين في كل شيء شاركنا فيه، ونحب إن شاء الله نتميز في الأشياء الجاية بإذن الله. إن شاء الله. التميز هذا قلت لك ما يجي إلا من الروح الجماعية وبعد مشاورات وبعد جلسات كثيرة، فإحنا ما زلنا في ظل اتخاذ قرارات بإذن الله راح نخلص منها وخليها قرارات نهائية، وبعدها ننقلها إلى العمل التدريبي والميداني ويكون عمل متميز وأفضل من العمل اللي شفناه اليوم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة بحفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الشرطة. هذا الحفل كان تحت تشريف سيدي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. أشكر ضيوفي في التغطية الملازم أول مبارك عبد العزيز المناعي والملازم محمد أحمد البعينين ضباط تدريب عسكري في كلية الشرطة. شكرا لكم للمتابعة مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.